قصد هذه الليلة أيضا الدكتور قيس الكلابي المدير العام لتربية الكرخ الثانية. بداية مرحبا بك في الرشيد. يعني بداية دكتور، يعني ما أسباب تأخر إعلان نتائج تربية الكرخ الثانية حتى الآن؟ تفضل. صوت مو واضح، إذا ممكن تعيد السؤال. دكتور قيس مرحبا بك مرة أخرى. يعني السؤال هو ما هي أسباب تأخر إعلان نتائج تربية الكرخ الثانية حتى الآن؟ نعم، شكرا جزيلا. ابتداء اليوم يوم تم إعلان نتائج مديرية تربية الكرخ الثانية، أكثر من 2669 درجة أعلنت اليوم، ولكن حقيقة نعم هناك تأخير، والتأخير استمر لأكثر من 9 أشهر. هذه التعيينات تختلف عن تعيينات عام 2016. في عام 2016 كان درجات هي مجرد معلم ومدرس، وكان تبع التنافس والتباري على أساس المعدلات. هذه المرة وزارة المالية قررت تعليمات تختلف قليلا، قد تكون هذه التعليمات جامدة وفيها يعني لم تحقق الإنصاف لكل الشرائح، ولكن بالنهاية نحن مجبرون على تنفيذ هذه التعليمات. اعتمدت نظام النقاط، ونظام النقاط فيه تفصيلات كثيرة. أيضا هذه الدرجات لا تشمل فقط المعلم والمدرس، بل شملت كافة الشرائح اللي موجودة في الوظيفة، يعني من موظف خدمة إلى حرفي أول وسواق وإداريين ومعلم ومعلم جامعي ومدرسين. وبالتالي هناك تعقيدات كثيرة. في قضية المحاضرين أخذنا أكثر من عدة شهور ومناورات عديدة من قبل محافظة بغداد والبرلمان العراقي ومجلس محافظة بغداد مع وزارة المالية مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء حتى نستطيع أن ننصف هذه الشريحة. ولعل الإشكالية التي تحدث عنها الأستاذ قاسم العقيلي بالفعل هي موجودة، هذه المشكلة. اليوم وزارة المالية تعترف فقط بالمحاضرين الذين وردت أسماءهم في قوائم أجور المحاضرين، في حين في كل مديرية هناك العديد من الأسماء لم تظهر أسماءهم لأسباب مختلفة، قد يكون تقصير من المديرية أو تقصير من إدارات المدارس، والخطأ والسهو مرجوع للطرفين. في مديرية تربية الكرخ الثانية نحن اتخذنا قرار واعتمدنا على أن كل محاضر مباشر في عام 2018 وعنده يعني أمر في عام 2018 مشمول بالست درجات، ونحن نتحمل هذه المسؤولية وننتظر أيضا السيد المحافظ، وأعتقد أنه الحق أولى بتنفيذه في هذه القضية. طيب دكتور، يعني المشكلة أين تقع؟ يعني السيد قاسم العقيلي مدير عام تربية الرصافة الثانية أشار إلى أن التأخير في إعلان نتائج التعيينات جاء بسبب وجود إشكاليات حول الآليات والضوابط الخاصة بالتعيين نتيجة الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون. هذا الحديث ما دقته صراحة؟ يعني الآن المواطن يعني يرى هناك مشكلة في التعيين. نعم، أسباب التأخير تحدث عنها بالفعل، هذه المرة تختلف كما ذكرت لك. وفي على سبيل المثال في مديرية تربية الكرخ الثانية عدد المتقدمين 54,000 شخص. هذه الملفات اللي موجودة عندنا أغلب هذه الملفات فيها نقصات، نستطيع إذا أردنا أن ننجز الأمر بسرعة نستبعد الملفات اللي فيها نقصات، ولكن هذا لا يحقق مبدأ العدالة والمساواة. هذا من جهة. من جهة أخرى كانت هناك مخاطبات ما بين محافظة بغداد والجهات الأخرى لوزارة المالية، وزارة التربية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لجنة التربية البرلمانية، محافظة يعني مجلس محافظة بغداد. كل هذه كانت تصب للوصول إلى تعليمات تحقق الإنصاف أكثر لشريحة المحاضرين والآخرين، ولكن للأسف بعد التي والتي وبعد أكثر من 9 أشهر وصلنا إلى نقطة الشروع الأولى اللي هي تعليمات رقم 4 لعام 2018. طيب دكتور، ما أود الإشارة إليه حقيقة. نعم دكتور، بس إذا تسمح لي نقطة مهمة جدا. تفضل. وزارة المالية وضعت قوانين، هذه القوانين تلزم جميع الوزارات باتباع هذه الضوابط، وأنا أقول أن لكل وزارة هي ظروفها الخاصة ولها متطلباتها الخاصة ولها بيئتها الخاصة، وبالتالي يجب أن كل وزارة هي اللي تضع القوانين التي تحتاجها في قضية التعليمات. ما أعرف شلون يعني يخلون ضوابط مثلا اختيار موظف الخدمة بالقرعة، وهذا غير صحيح. سابقا كان مدير المدرسة هو اللي يعين موظف الخدمة، مدير المدرسة هو اللي يعين الحارس الموجود. الآن من خلال القرعة يعني يطلع لي واحد في حي العامل في مركز بغداد، وعليه أن يخدم
في مدرسة تبعد 50 كيلومتر والراتب هو موظف خدمة راتبه ما يتجاوز 250,000 دينار، كيف يكون ذلك؟ ولكن نحن بالنهاية ملزمون بتنفيذ هذه التعليمات. وصلت الفكرة دكتور. دكتور يعني ماذا بشأن المحاضرين الذين يقدمون هذه الخدمة للتربية الذين لم تظهر أسماءهم في قوائم التعيين؟ هل حلت هذه المشكلة أو ستحل فيما بعد؟ قلت لك في مديرية تربية الكرخ الثانية احنا اعتمدنا على قوائمنا احنا، يعني المحاضر اللي مسجل عندنا في مديرية تربية الكرخ الثانية. نعم. المحاضر الشرعي من؟ اللي عنده أمر من محافظة بغداد وعنده أمر من مديرية التربية وعنده مباشرة بالمدرسة. نعم. سواء كان حصل إجور أو ما حصل إجور احنا بالنهاية راح نرفع كتاب إلى وزارة المالية ومحافظة بغداد ونقول كلمتنا أن هؤلاء محاضرون أدوا الخدمة التطوعية ويستحقون 6 درجات. بالتالي إذا وزارة المالية تريد تعترض إحنا ووزارة المالية نذهب إلى المحاكم الإدارية، وأنا متأكد ومتيقن أن محافظة بغداد ستقف معنا في هذه الإشكالية. طيب دكتور، تعتقد يعني هناك تداخل في الصلاحيات بين مديرياتكم وبين مجلس محافظة بغداد حول آلية التعيين؟ أبدا، مجلس محافظة بغداد ومحافظة بغداد على جانب واحد وكلهم يدعمون قضية المحاضرين، ولكن المشكلة الأساسية ما بين محافظة بغداد بمديرياتها مديريات التربية ووزارة المالية التي تنظر بعين فيها نوع من الجمود إلى الوظائف، أن يتعاملون مع هذه الوظيفة وموازنة وهناك راتب، ونحن ننظر إلى الوظيفة إلى أننا نحتاج شخص مؤهل يؤدي هذه الخدمة. بالتالي نعتقد أن الرأي الأفضل في تحديد من يستحق الوظيفة هي المؤسسة المعنية بهذه القضية، وهنا هي مديريات التربية. الدكتور قيس الكلابي المدير العام لتربية الكرخة الثانية، شكرا جزيلا لك انضمامك إلينا في حصاد هذه الليلة عبر الرشيد. شكرا جزيلا لك.